قد يظهرون أنهم فخورون بنصر قيادتهم في مفاوضات عسيرة مع الغرب، وقد يكونون كذلك، لكن من الصعب أن يظهروا أنهم ضاقوا ذرعاً بما فرض عليهم لسنوات من انغلاق وضيق اقتصادي. ومع ذلك بعثوا إشارات خلال احتفالاتهم توحي بتوقهم إلى الانفتاح وكسر الجمود بينهم وبين الخارج. إيران ستعود للمجتمع الدولي مرة أخرى، وسنجد كافة البضائع التي كانت محظورة. سيتقدم الاقتصاد الإيراني وسيؤثر على رفاهية حياة الأفراد. الأيام الصعبة ولت، ستعود هذه الاتفاقية بالخير على إيران. إيرانيون كثر، أغلبهم من الشباب، خرجوا يومها للاحتفال وهم يمنون أنفسهم بحقبة تقطع ما يصلها بفترة الحصار الغربي الطويلة، والتي اتخذها النظام الإيراني حجة لقمع الحريات والامتناع عن القيام بإصلاحات اقتصادية تنعكس على معيشة الشعب. لكن هذه الأمال قد تندثر عند ارتطامها بأرض الواقع، فلا أحد سيستفيد من اتفاق فيينا سوى النظام الإيراني ومن يدور في فلكه. سيستفيد بشكل جزئي المواطن الذي ينتمي إلى النظام ومن يعمل مع النظام، حيث سيحصل على بعض الاستثمارات والعقود الاقتصادية مع الشركات التي تتوافد على طهران بعد الاتفاق النووي. لكن المواطن الإيراني بشكل عام وخاصة الشباب سوف لا يرى المزيد. ينظر كثير من شباب إيران إلى الاتفاق النووي كجسر تواصل مع الغرب الذي صورته إيران العدو الأول للشعب منذ حادثة احتجاز الرهائن الأمريكيين. يعتقدون أن انفتاح بلادهم على التجارة والاستثمارات الخارجية قد يساهم في انفراج الحريات العامة وحقوق الإنسان، وربما ينعكس أيضا على الجانب السياسي من خلال انتخابات حرة. فالشراكات الاقتصادية مع الغرب تفرض في كثير من الأحيان شروطا في هذه المجالات ربما يحلم بها الإيرانيون، عكس نظامهم الذي يعي تطلعات شعبه لكن ليس من مصلحته تحقيقها. النظام الإيراني واع قبل الاتفاق وبعد الاتفاق، ويعرف جيدا تطلعات المجتمع والشعوب في إيران وخاصة الشباب، تطلعات السياسية والاقتصادية والحريات وفي المجال الاجتماعي وغيرها، واع بتطلعاتهم، وهو لا يريد أن ينفذها، حيث كلما نفذ بعض يعني الحقوق أو سمح لممارسة بعض الحقوق ولو في المجال السياسي والاجتماعي، ستطالب الشعوب أو المجتمع في إيران وخاصة شباب بالمزيد. قد يقول البعض إن تحسن الوضع الاقتصادي هو أقصى ما يمكن أن يحلم به الإيرانيون، فنظامهم سيستمر كما كان دائما في تكريس موارد البلاد النفطية والاقتصادية لتحقيق أهدافه العسكرية والإقليمية على حساب حقوقهم. النظام يريد أن يستمر بهذه الحالة وينفق كل ما يمتلك من إمكانيات وأدوات اقتصادية وغيرها لتحقيق مصالحة الداخلية وأهدافه الإقليمية والدولية، ولا ينظر إلى طموح وتطلعات المواطن في الداخل الإيراني. ويقول آخرون إن مفعول الحقنة الاقتصادية المهدئة التي ستعطيها إيران لشعبها بعد الضائقة التي مرت بهم بسبب العقوبات الغربية تدوم طويلا، ففور استنشاق الإيرانيين قليلا من هواء الانفتاح بعد عزلة طويلة قد يكتشفون أن الشيطان بينهم وليس ما وراء البحار كما يصور لهم.